English is life. English is life. Today we are talking about confusing words. Confusing words. هنبدأ بكلمتين تحس لما شكل بعض. كلمة lose و lose بمعنى يفقد أو يضيع شيء. يعني ضاع مني القلم بقول I lost my pen. Lost the past من lose. I lost my car. I have lost my purse. لقد ضاع مني كيس نقودي. Lose الباست من lose lost. Lose يعني يفقد أو يضيع. إنما لو قلت I lost my leg يعني فقدت رجلي في حادث مثلا in an accident. I have lost my wife معنى كده my wife died. فقدت زوجتي يعني كأنها my wife died. يبقى lose بمعنى يفقد أو يضيع. Lose ده معنى تاني اللي opposite of win يخسر. I lost the match يعني أنا خسرت الماتش. إنما كلمة lose بمعنى آخر بمعنى فضفاض. Opposite of tight عكس كلمة tight محكم. Tight close ملابس ضيقة محكمة. إنما loose فضفاض. Loose close ملابس فضفاضة. Loose لها معنى آخر بمعنى طليق يعني غير مربوط. مع كلمة hair يعني loose hair بمعنى شعر غير مربوط شعر طليق. ولوس توث المعنى بتغير. لوس مع كلمة توث سنة. لوس توث بمعنى سنة مخلخلة أو ملألأة يعني غير ثابتة. لوس هير شعر طليق. لوس توث بمعنى سنة ملألأة. What is this؟ هل دي كلمة واحدة؟ طبعا لا، دول two words. في تلاحظ كده في different spelling يبقى كده المعنى اختلف different meaning. هي اي كلمة بمعنى مدير؟ يا ترى principal ولا principal؟ لا principal دي بمعنى مدير. مدير مدرسة، مدير مؤسسة، مدير كلية. principal. I respect all my principals. تستخدم كصفة principal بمعنى اساسي او رئيسي. يعني الهدف الاساسي من هذا الفيديو بول principal aim هدف أساسي أو رئيسي. شخصية أساسية في مسرحية play أو film أو movie هو principal character. يبقى كنون بمعنى مدير، كadjective بمعنى أساسي أو رئيسي. principal. إنما principal كلمة تانية خالص. principal بمعنى مبدأ principal معتقد. مبادئ في الحياة principles. مبدأ المساواة، مبدأ تكافؤ الفرص. This is principle. مبدأ. عاوز أقول دي مسألة مبدأ. It's a matter of principle. principle مبدأ. ومبدأ تحمل معنى آخر كأنها يعني جمعها مبادئ كأنها أساسيات. مبادئ الصيانة مثلا. Weather. إذا في كلمتين weather yes. طب أي كلمة فيهم بمعنى الطقس؟ كده أنت confused مرتبك ملخبط. عشان كده ده نسميه confusing words. weather دي بمعنى الطقس. weather bad weather stormy weather. ومعروف كلمة weather الطقس. إنما مش المعروف إن weather تستخدم كverb. yes تستخدم كverb بمعنى ينجو أو يجتاز بسلام. the ship had weathered the storm well. كان السفينة نجت من العاصفة بسلام. إذا تستخدم كفير بمعنى يجتاز أو ينجو. بمعنى أبحر في مهب الريح. صمد أمام العواصف. ده معنى كلمة weather كفير. ولها معنى آخر كفير. His skin was withered almost black by his long outdoor life. بمعنى it changed the appearance. تغير مظهره by effect of the weather. بفعل الطقس. إنما وذا بمعنى سواء أو إذا أو ما إذا. He asked me whether we would be coming to the party. هو بيسألني سواء أروح الحفل أم لا. وذا بمعنى سواء أو ما إذا
He seemed undecided what to go or stay. يبدو مش قادر يقرر يقعد ولا يروح. Whether بمعنى سواء أو إذا، كأنها بتساوي F بس فرق بينها وبين F. Advise S between two vowels تنطق كأنها Z. Advise معروف advise كverb يعني ينصح. I advise you أنصحك. I advise you to watch this video. Advise. I would strongly advise you to take the job. They advised us not to travel on a Friday. Advise ينصح. اللي جاي منها advisor or advisor. Advisor مستشار. Just add R. Advisor. إنما advice لاحظ كده C ينطق كأنها S. Advice the noun نصيحة. استشارة advice. I can give you advice and you can give me advice. Advice نصيحة. اتبعت نصيحة الدكتور. She took her doctor's advice. يبقى advice بالسي ده النون نصيحة.